انتهى الموسم اجمالا، وبعد ما كنا بنتابع لاعبين المصريين المحترفين في الخارج على مدار كل اسبوع، النهارده التقييم بتاع السيزون ككل الحقيقه نشوف اخبار مشاركاتهم، تاثيرهم، حجم فعالياتهم، كان موسم ناجح ام غير موفق للاعبتنا المصريه المحترفه في الخارج. والبدايه مع نجم مصر ونجم الليفر نجم الريدز محمد صلاح. محمد صلاح لعب السيزون ده مع ليفربول 32 مباراة، أساسي فيهم في 28 مباراة، واحتياطي في أربع أو شارك في أربع مباريات كبديل. الأهداف سجل 18 هدف وصناعة أهداف 10 أهداف، وهو واحد من أفضل ثلاث لاعبين في الدوري الإنجليزي على مستوى الفعالية، الفعالية الهجومية. يعني بنتكلم على إجمالي بصمات صلاح في أهداف ليفربول في السيزون ده، بتتكلم على 28 هدف. متوسط التصويب على المرمى 3.6 من 10 تصويبة في كل مباراة، إهدار فرص مؤكدة 17 فرصة، وده كان رقم يفرق مع صلاح بشكل كبير. أما صناعة الفرص المؤكدة في 22 فرصة لصلاح في الموسم ده مع ليفربول في مختلف المنافسات. متوسط التمريرات المفتاحية 2.1 من 10 في كل مباراة. متوسط المراوغات أقل من مراوغة وحيدة في كل مباراة، وده نسبته 36% تقريبا في السيزون. التواجد في التشكيلة المثالية في الدوري الإنجليزي الموسم ده 5 مرات. التقييم العام 7.58 من 100 درجة على مستوى مشاركاته في الموسم، وده يعتبر معدل كويس جدا. وليفربول أنهى الموسم طبعا في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، وضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا في النسخة القادمة، ولكن بدون يورجن كلوب. أرسنال والنجم المصري محمد النني اللي خلاص يعني الموسم الأخير ليه مع الأرسنال. محمد النني شارك على مدار الموسم ده في 3 مباريات فقط لا غير، والثلاث مباريات ما بدأش فيهم في التشكيل الأساسي، دخل كبديل، ملوش أي رصيد من الأهداف ولا على مستوى التسجيل ولا على مستوى الصناعة. متوسط التصويب على المرمى 0.7 تصويبة في المباراة اللي شارك فيها، يعني تقدر تقول كده انه على مدار ال3 ماتشات اللي شارك فيهم كبديل كان ليه تسديدتين فقط على المرمى. متوسط التمرير 13 تمريره بنسبه دقه 98% على حساب طبعا انه شارك في 3 مباريات فقط ومش بشكل كامل. والارسنال طبعا انهى الموسم فيه بعد منافسه ضاريه استمرت للحظات الاخيره في المركز الثاني في الدوري الانجليزي بعد السيتي اللي توج باللقب، ومتعاطفا مع الارسنال والله ومع جماهيره، ولكن طبعا السيتي في حته ثانيه خالص في انجلترا. أينتراخت فرانكفورت عمر مرموش المتألق، واحد من أنجح مواسم ليه في الدوري الألماني عموما، ولفت الأنظار ليه بشدة، وأتوقع أن الموسم ده يكون الأخير لعمر مرموش مش بس في فرانكفورت، لكن أعتقد أن وجهته هتكون واحد من الأندية الإنجليزية. في كلام كتير جدا على عمر مرموش واسمه طرح على مفاوضات أكثر من نادي. عمر مرموش شارك السيزن ده مع فرانكفورت في 29 مباراة كأساسي، 27 مباراة وبديل في مباراتين. الأهداف لي 12 هدف مع فرانكفورت، وصناعة الأهداف 6 مرات، ومتوسط التصويب على المرمى 2.7 تصويبة في المباراة الواحدة. إهدار فرص مؤكدة 6 فرص، صناعة فرص مؤكدة 6 فرص. متوسط المراوغات 1.3 بنسبة نجاح 38% في كل مباراة. متوسط التمريرات المفتاحية 1.4 من 10. التواجد في تشكيلة الأسبوع 4 مرات، والتقييم العام 7.25 درجة تقريبا من 10. وفرانكفورت أنهى الموسم في البونزليجا في المركز السادس، وضمن المشاركة في واحدة من البطولات الأوروبية الموسم المقبل، وأغلب الظن هتكون بدون عمر مرموش، لكن نقول أنه موسم هو الأروع لعمر مرموش على مدار مشواره الاحترافي وعلى مدار مشاركته مع أندية مختلفة في سواء شتوتغارت أو فولسبورغ، أو طبعا نهاية المشوار مع أينتراخت فرانكفورت اللي تألق معهم بشدة الموسم الحالي، وكان واحد من أبرز لاعبين في تشكيلة فرانكفورت. الدوري الفرنسي ليج 1 اف سي نون، طبعا حقيقة موسم برضو اعتقد انه موسم جيد جدا لمصطفى محمد مع اف سي نونت، وان كان طبعا ظروف الفريق اللي هو بيلعب ليه امكانياته ما ساعدتش مصطفى بشكل كبير، لكن اعتقد انه قدم موسم جيد جدا. مصطفى محمد لعب الموسم ده 29 مباراه مع نونت الفرنسي كاساسي في 24 مباراه منهم،
وكبديل في 5 مباريات، سجل 8 أهداف وشارك في صناعة هدفين من أهداف نونت. متوسط التصويب على المرمى في كل مباراة 2.2، يعني بعتقد أنه برضو يعتبر مستوى كويس على عدد المشاركات اللي لعبها. صناعة فرص مؤكدة 5، إهدار فرص مؤكدة 6. التواجد في تشكيلة الأسبوع في فريق زي نونت مقارنة بكبار الدوري الفرنسي، ولما تبص لترتيب نونت أنهى الموسم في المركز الـ14، كون مصطفى يتواجد في تشكيلة الأسبوع في الدوري الفرنسي في وجود عمالقة زي مارسيليا، موناكو، بي اس جي، أولمبيك ليون، يعني أعتقد ده يحسب لمصطفى الحقيقة أنه قدر يتواجد في التشكيلة الأساسية للدوري الفرنسي على مدار أسبوعين من عمر البطولة. تقييمه في السيزن ده كان 7 درجات، وزي ما قلت لكم طبعا نونت أنهى في المركز الـ14، وغالبا يعني برضو كل التقارير بتشير أنه ده هيكون الموسم الأخير لمصطفى مع نونت الفرنسي. نروح لتريزيجيه المتألق مع ترابزون سبور. طبعا تريزيجيه واحد من افضل اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج، يمكن الاصابه عطلته مره واثنين، لكن الحقيقه برضو يعني نقدر نقول انه بدايه عوده تريزيجيه لمستواه الموسم ده بشكل كبير. طبعا ترابزون سبور في تركيا انهى البطوله وهو حامل اللقب بالمناسبه في الموسم الاخير، انهى البطوله في المركز الثالث. شارك تريزيجيه معاهم في 24 مباراه منهم 17 مباراه كاساسي، ورغم يعني انه المشاركه أو الاعتماد عليه ما كانش بشكل كبير جدا في السكواد، لكن خلال مشاركته قدر يسجل 9 أهداف لفرقته ويصنع 5 أهداف آخرين. وبالنسبة لإهدار الفرص المؤكدة 5 فرص، أما صناعة فرص مؤكدة 8 فرص. متوسط تمرياته المفتاحية 1.2 في كل مباراة، متوسط المراوغات الناجحة مرة وحيدة أعتقد، وبنسبة نجاح 35%. تواجد في التشكيلة المثالية للدوري التركي 4 أسابيع، وتقييمه العام في البطولة 7.17 درجة، وزي ما قلت لكم ترابزون أنهى الموسم في المركز الثالث في الدوري التركي. أحمد حسن كوكا لاعب ألانيا سبور. أحمد شارك السيزن ده مع فريقه 16 مباراة منهم 12 أساسي، سجل 6 أهداف وصنع 2، وكان ليه متوسط محاولات على المرمى 1.9 في كل مباراة. إهداره للفرص المؤكدة على مدار الموسم كله 8، وصناعة فرص مؤكدة 2، والتواجد في التشكيلة المثالية للدوري التركي 2، وتقييمه العام 6.93%، وألانيا سبور أنهى الموسم في المركز 8 في تركيا. نروح لعمر فايد مدافع نوفي بازار الصربي. عمر شارك في 18 مباراة الموسم ده، لعب 18 مباراة في الدوري كأساسي. متوسط التحامات طبعا عمر مدافع، فمتوسط التحاماته الناجحة كانت 2.1 محاولة في كل مباراة، متوسط استخلاص الكرات 6.7 في كل مباراة، ومتوسط المراوغات 1.1 بنسبة نجاح 76% في كل مباراة. متوسط التحاماته الأرضية كان 4.2 نجح فيه أو بنسبة نجاح 61%. متوسط التحامات عمر الهوائية 2.4 نجح في 62% منهم. هنتكلم طبعا المتوسط ده الأرقام متوسط على مستوى كل مباراة. متوسط ارتكاب الأخطاء 1.7. الكروت الصفراء حصل على 7 بطاقات صفراء على مدار الموسم، وتقييمه العام 7 درجات تقريبا أو 7.1 أو 1.1 درجة في السيزن كله. ونوفي بازار أنهى الموسم في المركز 9 في الدوري الصربي. نروح للتشيك محمد ياسر المهاجم، طبعا المهاجم المصري اللي بيلعب في تبليس التشيكي. محمد لعب في 27 مباراة الموسم ده، شارك في 13 مباراة منهم كلاعب أساسي، قدر يصنع أو يسجل فيهم 5 أهداف. متوسط محاولات محمد ياسر على المرمى 0، تقريبا تقترب من محاولة وحيدة في خلال كل مباراة شارك فيها. إهدار فرص مؤكدة مرة وحيدة، وصناعة فرص مؤكدة مرة وحيدة، وأيضا متوسط مراوغات ناجحة أقل من مرة طبعا في كل مباراة بنسبة نجاح 40%. تقييمه العام في البطولة 7 درجات، والتواجد في التشكيلة المثالية لدوري التشيكي 2، وده حاجة تحسب لياسر الحقيقة. وتبليتس حاليا بينهي الموسم في المركز العاشر في الدوري التشيكي.
حصيلة الموسم بالنسبة للنجم طبعا منتخب مصر حمدي فتحي ونجم نادي الأهلي السابق. حمدي شارك مع فريق الوكرة القطري في 18 مباراة، لعب منهم 17 كأساسي، قدر يسجل 4 أهداف والصناعة 3 أهداف. متوسط محاولاته على المرمى أقل من مرة واحدة في كل مباراة، تمريرات مفتاحية 1.4، متوسط تمرير تقريبا 41.5 تمريرة في كل مباراة بنسبة دقة 86%، متوسط استخلاص الكرات 6.3، متوسط ارتكاب الأخطاء 2.3، كروت صفراء 4، كروت حمراء مرة واحدة، والتقييم العام 7.5 درجة تقريبا. والوكرة أنهى الموسم في الدوري القطري في المركز الرابع. للتوفيق لحمدي طبعا، واحد من نجوم المنتخب اللي بنحط عليهم أمال كبيرة. ومحمد شريف أيضا نجم منتخب مصر والمنتقل للخليج السعودي في أول موسم ليه، لعب 32 مباراة مع الخليج، شارك في 26 منهم كلاعب أساسي، سجل الموسم ده 6 أهداف وصنع هدف وحيد، إهدار الفرص المؤكدة 20 فرصة وده رقم كبير جدا يا شريف، وصناعة الفرص المؤكدة 2، متوسط مراوغاته الناجحة 0.3 وبنسبة نجاح 41%، تقييمه في الموسم كان 6.7 درجة. والخليج أنهى طبعا، منافسة في الدوري السعودي غير والإمكانيات غير، ولكن الخليج أنهى الموسم في المركز 12 في الدوري السعودي.